إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج ابن حبان عن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وما عسله قبل موته؟ قال عليه الصلاة والسلام: يفتح الله عليه عملا صالحا قبل موته حتى يرضى عنه، أي ييسر الله سبحانه وتعالى بهذا العبد الذي أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا، ييسر له سبحانه وتعالى عملا أو أعمالا صالحا قبل موته حتى يرضى عنه سبحانه وتعالى، فيموت هذا العبد على حسن الخاتمة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالخواتيم. إنما الأعمال بالخواتيم، أي آخر عمل تعمله في هذه الدنيا تختم عليه. فإذا كان عملا صالحا كان هذا علامة على حسن خاتمة هذا العبد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما أخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل عبد يبعث على ما مات عليه. إذا مات على صلاة يبعث عليها، وإذا مات على عمل صالح يبعث عليه. لهذا سفيان الثوري مرة بكى حتى أصبح، فقيل له: كل هذا خوفاً من الذنوب؟ فحملت ابنة رحمه الله تعالى من الأرض فقال: الذنوب أهون علي من هذا، إنما أخاف من سوء الخاتمة. وعندما أورد هذا الأثر الإمام ابن القيم في كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو بما يعرف بالداء والدواء، قال رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم الفقه. يقول على سفيان الثوري، يقول: وهذا من أعظم الفقه، أن الرجل يخاف من ذنوبه، أيخاف من ذنوبه فأن تحول بينه وبين حسن الخاتمة. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: كان السلف يرون أن العبد إذا مات بعد عمل صالح كصيام رمضان أو حج أو عمرة أو عمل صالح دخل الجنة، وكانوا أي السلف مع ذلك يجددون بالتوبة والاستغفار، وكان آخر موتهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفروه. وهناك صور كثيرة من حياة السلف الصالح
في آخر موتهم تدل على حسن الخاتمة. فهذا علي ابن الحسين بما يعرف بزين العابدين رحمه الله تعالى، كان كما ذكر عنه أبو حمزة الثمالي رحمه الله تعالى قال: كان يدور على الأيتام وعلى الأرامل يحمل خبزاً فيضعه عند بيوتهم. فعندما مات رحمه الله تعالى وجدوا على أثر ظهره مما كان يحمل من الجرب الثقيلة عندما كان يذهب به إلى هؤلاء المساكين والأيتام. وكان رحمه الله تعالى يقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. كان يقول علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رحمه الله تعالى، كان يقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. وهذا أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم رحمه الله تعالى، وكان من الحفاظ من حفاظ الحديث، كان عندما احتضر في موته دخل عليه جماعة ممن كان معه زملاؤه وأقرانه في العلم، ومنهم أبو حاتم، فأراد أن يذكره بحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأورد له الحديث بإسناده، فقال: حدثنا بندار قال حدثنا صالح، ثم سكت. ثم قال أبو زرعة وهو يحتضر في موته، ساق الحديث بإسناده إلى أن قال: عن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم توفي رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، فالصور كثيرة من حياة السلف، فهذا محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى الصالح المقدسي صاحب كتاب المحرر في الحديث، عندما احتضر وهو لم يبلغ الأربعين. يقول ابن كثير: أخبرني والده أنه في احتضاره كان آخر ما قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فكان آخر كلامه أن قال لا إله إلا الله. وهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى صاحب المصنفات قال أحد أصحاب المقابر: جاءني ابن رجب رحمه الله تعالى قبل أن يموت بأيام، فأراد أن يأخذ مكانا في المقبرة، فقال احفر لي هنا. يقول: فحفرت له، ثم دخل فاضطجع فقال إنه جيد. يقول: ما إن مرت بي أيام إلا وجاء على نعشه ميتا رحمه الله تعالى. كل هذا دليل على حسن الخاتمة. وهناك صور كثيرة، فمنهم من مات وهو ساجد، ومنهم من مات وهو يصلي، ومنهم من مات عقب عمل صالح. فلتكن يا عبد الله الأمنية، وكل الأمنيات، أن تموت على عمل صالح، وأن تموت على حسن الخاتمة، أن تكون هذه أمنية كل مسلم أن لا يموت إلا على حسن الخاتمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دعاء أن يسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة،
فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني به حتى ألقاك. فنسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أعمالا صالحة قبل الموت، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا نموت إلا على حسن الخاتمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا.